أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة، سأكون معكم عبر هذه التغطية أنا إنجي طاهر. سنتناول خلال تغطيتنا ملف من الملفات المهمة التي تشغل الدولة، وهو الملف السياحي، حيث نجحت الدولة نجاح كبير من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في قطاع السياحة خلال الآونة الأخيرة، وشهدت البلاد زيادة في الإيرادات وعدد السائحين الوافدين بفضل الجهود التي بلدتها الحكومة، ليس فقط لتنشيط السياحة المصرية ولكن لعودتها إلى ريادتها في المنطقة. كما أن الدولة تبذل كل الجهد الممكن لدعم هذا القطاع الحيوي واستعادة الحركة السياحية بعد استعادة الأمن والاستقرار. كشف موقع Travel of Path العالمي في أحد تقاريره أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 عاما كبيرا لمصر في قطاع السياحة، حيث استقبلت مصر بالفعل أكثر من 7 ملايين سائح، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليون بحلول نهاية 2023. وذكر التقرير أن هذا الرقم يعد زيادة كبيرة عن 11 مليون و700 ألف زائر في عام 2022. كما ذكر التقرير أن مصر تشتهر بالمدن النابضة بالحياة والمعالم السياحية الاستثنائية والمناظر الطبيعية الخلابة. وذكر كذلك أن هذه ليست الأشياء الوحيدة التي تجذب السياح، ولكن هناك أسباب كثيرة أبرزها الأسعار المعقولة، حيث يمكن للمسافرين من ذوي الميزانية المحدودة الاستفادة من الأسعار المنخفضة والتي تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشهيرة. إذن دعونا نتابع هذا العرض المعلوماتي عن الأسباب التي ذكرها موقع Travel of Path عن أهم مميزات مصر كوجهة سياحية رئيسية لملايين الزوار. للمزيد من التوضيح والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا فندم بحضرتك. دكتور، احنا بنتكلم عن أكثر من 7 مليون سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من 2023، ومن المتوقع أنه هذا العدد هيصل ل 15 مليون بحلول نهاية العام. إيه أبرز الجنسيات اللي كانت ليها النصيب الأكبر من هذا الرقم، وإيه العوامل اللي أدت لتحقيق هذا الرقم؟ الحقيقة هو جنسيات مختلفة، وطبعا الجنسيات الأوروبية ومنها الأسبانية والفرنسية والألمانية والإنجليزية وطبعا الأمريكية، بالإضافة إلى جنسيات أخرى والجنسيات العربية
بشكل كبير. كان موسم الحقيقة كمان بالإضافة إلى ناس كتير من أوروبا الشرقية، وتوافد الطيران الشارتر على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان أدى إلى زيادة الأعداد بشكل كبير. ولكن طبعا وراء زيادة الأعداد كانت خطة موضوعة من قبل الدولة واستراتيجيات كبيرة تم تنفيذها على أرض الواقع بتحقيق هذا الهدف. زي إيه يا فندم؟ يعني إيه أبرز المعالم هذه الخطة؟ أبرز معالم هذه الخطة أولا طبعا كانت سابقها كوفيد 19. الدولة قامت بكافة الإجراءات الاحترازية، وكانت في ناس كتيرة بتنزل من دول أوروبا إلى مصر بتقوم بزيارة مصر، وفي نفس الوقت بترجع مرة أخرى بصورة إيجابية دون وجود أي إصابات من كورونا. وده كان بيدي صورة إيجابية عن أن مصر واخدة الإجراءات الاحترازية الكبيرة بداية من المطارات إلى الفنادق إلى آخره، وتطعيم العاملين في قطاع السياحة وقطاع الطيران. الدولة كمان سهلت وأعطت حوافز كبيرة جدا للطيران منخفض التكاليف وخصومات كتيرة، بحيث ان ده تم وضعه للشركات والتور اوبريتور والسبلاير اللي بره والشركات والترافل ايجنت، فقدروا على اساسه يحطوا اسعار مناسبه للطيران وجود اعداد كبيره. الخطه التسويقيه اللي قام بها السيد الوزير وهيئه تنشيط السياحه على اسس اقتصاديه وتسويقيه وحضور لكافه المعارض الدوليه اللي كانت ايام كوفيد ما بنقدرش نحضر بورصات زي برلين ولندن ومثلا بورصات زي اسبانيا الى اخره، ولكن في وجود عام او في عام 2023 مثلا 22 كانت بورصه المانيا اللي هي اكبر بورصه سياحه في العالم كانت اونلاين، ف 2023 حضرناها وتمت على اثرها تعاقدات وحاجات ايجابيه كبيره جدا ادت الى وجود عدد كبير من السياح من كافه دول العالم. التأشيرة، سهولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية مثلا دي برضو وفرتها الدولة، ان هي خلت جنسيات معينة تنزل شرم الشيخ برضو الحصول على التأشيرة مباشرة بمجرد وصولهم شرم الشيخ زي دول المغرب العربي. ان اي حامل تأشيرة شنغن او انجلترا او امريكا او دولة شنغن أخرى وساريا وهو من دولة تانية ما بتاخدش التأشيرة في المطار يحصل عليها في المطار. وجود عوامل أخرى زي مثلا التأشيرة الجديدة اللي هي بتبقى 5 سنوات. وجود متاحف كتيرة ومن ضمنها متحف الحضارات، وطبعا الاحتفال الكبير اللي تم ده أثر تأثير إيجابي ونقل صورة إيجابية، ومنظمة السياحة العالمية أشادت بده وكان موجود أمين منظمة السياحة العالمية هنا. حضور رموز كتيرة من كافة دول العالم زي أنجيلا ميركل 2017 مثلا، وحرم السيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحرم السيد الرئيس أمريكا الحالي بايدن كانت موجودة. الأحداث العالمية كوب 27، إشادة المواقع العالمية كلها والمجلات الخاصة بالسياحة بمصر كوجهة سياحية في 2022 و2023 لتحسن جوها وتحسن الخدمات، كل ده أدى إلى زيادة كبيرة في الأعداد. النمط اللي ماشية بيه الدولة كتسويق سياحي اختلف عن ذي قبل بكتير جدا. وبعدين بيهمنا اختلف في إيه يا دكتور؟ كانت الأول من فترات طويلة كان بيبقى نظام تقليدي مش مواكب العصر الحالي ومش مواكب السوشيال ميديا ومش مواكب الشركات العالمية اللي بتقدر دلوقتي كلنا كشركات أو أصحاب فنادق مثلا إلى آخره مع الدولة بنقدر نستخدم السوشيال ميديا والمواقع الاجتماعية والجوجل آد غير الحملات الإعلامية اللي بتقوم بها الدولة، لان كل بلد ليها. واحنا لاحظنا حتى دور الانفلونسرز او المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره في الترويج للسياحه لمصر كان لافت للنظر جدا يا دكتور. طبعا هو ده له تاثير كبير في ان الانفلونسر اللي كانوا موجودين زي حتى اللي موجود الالماني اللي كان لسه موجود وغيره بيبقى له تاثير ايجابي كبير في نقل صوره ايجابيه عن مصر. احنا بيهمنا بقى كحاجه احترافيه
نوع السيرفيس اللي بيتقدم، نوع الريفيوز اللي بيقوله السائح اللي بيجي لي وبعد كده يرجع بلده ويجيب سائح غيره. كذلك الخدمة اللي بتقدم دي مهمة جدا، لأن الريفيوز دي بتقرأ على مستوى العالم. يعني الموقع اللي حضرتك بتقولي عليه بيدخلوا 2-3 مليون واحد شهريا، لما هو يلاقي الريفيوز عن مصر كلها إيجابية، ممكن تلاقي حاجة سلبية بسيطة لكن معظم الريفيوز إيجابية، وعن الشركات والخدمات والأسعار وكل أنواع السياحات اللي موجودة. يعني احنا عندنا منتظرين برضو المتحف المصري الكبير غير المتاحف اللي موجودة اللي تم افتتاحها. ده يمكن ينقلني يا دكتور للكلام مع حضرتك عن دور الاكتشافات الأثرية. احنا تابعنا في الفترة الأخيرة كان في يمكن منهج معين في الكشف بـ 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 يعني بفريكوينسي معينة عن الاكتشافات الأثرية. دور ده في الترويج، خاصة أنه حضرتك اتكلمت عن بعض المعارض اللي ليها علاقة بالآثار اللي بتكون برا مصر، حضرتك دلوقتي ذكرت المتحف المصري الجديد، حجم الدور اللي بيلعبه هذا الموضوع تحديدا ايه من أهمية او من آليات الترويج للسياحة؟ هو طبعا الاكتشافات الحديثة بيسمع عنها البعض والبعض لا يسمع عنها، يعني المهتمين طبعا بسياحة الآثار والسياحة الثقافية ودول بيمثلوا من 13-14 أو 15% على مستوى العالم، في منهم طبعا بيسمع، ولكن في كانت عملت هيئة او وزارة السياحة والآثار فيرتشوال فيزيت، صحيح، بزيارة بعض المقابر او بعض الاكتشافات عن طريق الانترنت، والزيارة دي استخدمتها بعض الدول في متاحفها اثناء الكوفيد وكانت برسوم يعني بس احنا عندنا معمولة فور فري ان الزيارات المقابر من خلال في 3 دايمنشن، في ان هو يحس ان هو داخل المقبرة ثلاثي الابعاد ويقعد ويبقى موجود ويشوف ده ويلاقي ده ومكتوب ده باللغة، طبعا بتنشط السياحة كتير. بس هو لو هو عنده استعداد انه يعمل رحلة او رحلتين في السنة على حسب متوسط انفاقه او حسب اجازاته او حسب دخله، فممكن يشوف حاجة ويأجلها وممكن تشوف الحاجة وتجذبه جذب كبير الى مصر. هنا دور الدولة ودور الشركات ودور الفنادق في عمل حوافز وجذب لهذا السائح، في تخفيضات معينة في أسعار تذاكر الطيران، في عمل رحلة إضافية من ضمن البرنامج، بترخص البرنامج شوية، ولكن طبعاً الأسعار بتاعتنا في متناول السائح الأجنبي، صحيح، ومفيش بقى حرق الأسعار، لأن الدولة برضو أخذت خطوة ممتازة جداً إن حددت أسعار الفنادق ب5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم، حتى أدنى من الأسعار تباع فيه الغرفة، وطبعا في الربط الضريبي مع الفاتوره الالكترونيه مع كله، فما بقاش حد يقدر يبيع الغرفه مثلا اللي هي 5 ستارز المفروض تباع مثلا ب100 دولار، انا بدي مثال، يروح بيعها مثلا ب40 دولار عشان يحرق السعر، لا، هيدفع الفرق ده خسائر وهيدفع الفرق ده ضرائب. طب يا دكتور، هو في نقطه كمان بما انه بنتكلم عن الترويج للسياحه، نقطه متعلقه بالاحداث الترفيهيه، يعني احنا بنتابع دلوقتي في كرنفال العالمين الجديده والاصداء اللي هو احداثها، يعني احنا حتى تابعنا بما انه حضرتك ذكرت انه في جنسيات عربيه كتيره بتزور مصر في هذه الفتره، هو فعلا احنا ملاحظين انه في اقبال كبير من الجنسيات العربيه تحديدا في الفتره الاخيره، حتى بداوا يروحوا اماكن غير تقليديه شويه اللي بيسموها هيدن جيمز في مصر. دور هذه الاحداث الترفيهية زي مثلا الحفلات اللي تابعناها للميجا ستارز زي ياني، كان في شاكيرا، كان في ستينج، يعني الحفلات اللي بتحصل في الأهرامات على سبيل المثال، دور مثل هذه الأمور إيه من الآليات الترويجية للسياحة؟ بصي حضرتك، طبعا المهرجانات والحفلات واللي هي حتى في العالمين حاليا بتؤدي إلى رواج سياحي، بالإضافة إلى نقل صورة إيجابية كبيرة جدا للدول المصدرة للسياحة حتى لو ما بتهتمش بالسياحة الترفيهية. يعني طبعا احنا عندنا دلوقتي في كتير من السياحة العربية موجودة في مصر بشكل كبير، وكانوا عدد السياح السعوديين وصلوا في فترة من الفترات ل1.5 مليون سائح مثلا، وده رقم كبير، يعني تعتبر من أكبر الدول العربية اللي جابت سياح لمصر. بيحبوا أنواع السياحات المختلفة زي السياحة الترفيهية أو السياحة الشاطئية، ومتواجدين في العالمين بالإضافة إلى السياح المصريين هناك. وطبعا إحنا منطقة العالمين يعني الطاقة الاستيعابية بتاعت الفنادق محتاجة أكثر وأكثر، لأن إحنا متوقع إن إحنا نصل ل30 مليون سائح، بس لازم يكون عندنا طاقة استيعابية في كل مصر كلها
حوالي 500,000 غرفة. فالنشاطات دي وسياحة الأزياء اللي جات سواء اللي كانت إيطالية في معبد حتشبسوت أو هنا اللي كانت في الأهرامات أو الكونسرت أو الإيفنتس اللي بتحصل دي كلها بتؤدي إلى جذب سياحي كبير، لأن دي بتعود على مصر بصورة إيجابية، بتنقل من قبل الحاضرين والأفراد والإذاعات والإعلام والمواقع العالمية، وبتمشي فيها الصورة بتبقى متعلقة ذهنيا بالأحداث اللي حصلت فيها. فكل الأحداث الحمد لله بفضل ربنا إيجابية كبيرة جدا، فطبيعي إنها بتزود التدفق على مصر. وبتبص تلاقي حضرتك السياح بقى individual أو إن هم بيجوا في شكل جروبات على حسب، هتلاقيها بكثرة. وفي طبعا السياحة الإلكترونية لأنهم بيجوا عن طريق الحجز أونلاين، مثلا المواقع العالمية بقى تريب أدفايزر، بوكينج، سيديا، كذا، بتلاقي ناس كتيرة بتحجز عن طريق المواقع دي وتيجي مصر برضو كإنديفيدوال. فطبيعي إن الأحداث دي كلها والإيفنتس والسياحة الرياضية والبطولات وحتى البطولات العالمية ليها متابعين. حتى لما كان في سباق الهيجن في العالمين وسباق الهيجن في شرم الشيخ فل، لما جي عائلة هندية مليارديرات عملوا فرحهم في شرم الشيخ لمدة 3 أيام. يعني يا دكتور نقدر نقول أنه الترويج هو المفتاح الرئيسي في هذه المرحلة، وأنه مصر بتعمل على كذا محور في وقت واحد بيغطي يعني كل أبعاد هذا الموضوع. شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي على كل هذه المعلومات. شكرا لكم على حسن المتابعة، هذه نهاية هذه الجولة، ولكن مستمرون معكم على مدار الساعة. ابقوا معنا. أهلا بكم في جولة جديدة من تغطيتنا المستمرة على مدار الساعة في أكسترا نيوز، وننتقل في هذه الجولة إلى ملف يتعلق بجهود الدولة لمد مظلة الحماية الاجتماعية. المتابع لهذا الملف سيجد أن الدولة قد تبنت مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتكاملة التي أسهمت بشكل كبير في بناء منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما أسهم بدوره في المساعدة على تخفيف الآثار عن كاهل المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. رغم الأزمات والتحديات التي تواجه العالم بأسره، إلا أننا وبعون الله قادرون على تخطي كل هذه التحديات، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد. وأنا على ثقة كاملة ويقين مطلق في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة وصناعة المستقبل من تحديات الحاضر. وضعت الدولة المصرية في الموازنة المالية لعامي 2023-2024 مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بقيمة تبلغ 529 مليار و200 مليون جنيه، وذلك بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي. أيضا تم تخصيص 127 مليار و700 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و31 مليار جنيه لتمويل برنامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتخصيص 14 مليار و100 مليون جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة. كذلك تم تخصيص 10 مليارات و200 مليون جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل، كما تم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات. دعونا نتابع هذا العرض المعلوماتي.
للمزيد من التوضيح والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بالسادة المشاهدين. دكتور، يعني احنا تابعنا جهود كبيرة قامت بها الدولة في رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات، حضرتك شايف الثمار لهذه الجهود بتكون ايه؟ يمكن بند الدعم هو من البنود اللي في الموازنة العامة المصرية اللي كان بيزيد سنويا بحد أدنى ما بين 15% إلى 20%، ويمكن آخر عام زاد بنسبة 49%، وده رقم كبير. احنا كنا العام المالي اللي انتهى في 30 يونيو الماضي 2022-2023 انتهى ب 358 مليار جنيه، ثم زاد إلى أكثر من 529 مليار، يعني بزيادة حوالي 48.8%. الدولة هامش زمني قصير كمان يا دكتور. تمام صحيح. لكن أيضا أن الدولة كانت هدفها من الدعم أنه دايما كان عندنا جملة كده بنقولها، الدعم يصل للمستحقين. يمكن الجملة دي بدأت تتحقق بشكل كبير جدا، لأنه توزيعات الدعم والهيكل الخاص بالدعم بدأ يختلف. يعني نتحدث عن الدعم الخاص المقدم للإسكان، نجد أنه كان من 2.5 مليار في عام 2014، النهاردة بنتكلم على 10 مليار جنيه. بنتكلم على الدعم الخاص بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بنجد أنه تجاوز 8.5 مليار. فمفهوم الدعم بدأت الدولة تغيره، ليس تقليلا من قيمة الدعم، ولكن لإعادة توزيعه لعمل شبكة حماية اجتماعية. نفس الكلام عندما نتحدث عن برنامج زي برنامج تكافل وقوامة اللي النهاردة بيغطي أكثر من 4 مليون أسرة مصرية، فبنتكلم في حوالي ما بين 21-22 مليون مواطن بيستفيد من هذا الدعم المقدم في شكل معاش وضمان، معاش تضامني بيقدم بالأسر الخاصة بموضوع تكافل وقوامة. إذن هيكل الدعم تغير بشكل أفضل وبشكل جيد، وده المهم. يعني الفكرة مش في عملية زيادة حجم الدعم فقط، ولكن إعادة ترتيب أولويات وشكل الدعم المقدم عشان يستفيد منه أكبر الأسر وأكثر احتياجا، ويكون شبكة الحماية المجتمعية تزداد، بالإضافة طبعا إلى جهود الجمعيات الأهلية. لكن الدولة كموازنة عامة وكدولة وحكومة مصرية زادت شكل الدعم بشكل كبير، فتحت بطاقات التموين لأعداد كبيرة جدا، زاد المخصصات الخاصة ببطاقات التموين زي ما حضرتك أشرتي إلى النهاردة بيستفيد منه عدد كبير جدا يتجاوز 70 مليون. بنتحدث عن منظومة الخبز، بنتحدث عن منظومة التأمين الصحي اللي بدأت تنتشر، بالإضافة إلى فكرة أو مشروع حياة كريمة. لأنا أعتقد أنه هو في جزء أيضا يعني من الدعم لو ممكن يضاف إليه، لأنه هو عملية تطوير القرى والنجوع المصرية بشكل كبير جدا، لأنه هيستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن مصري. طيب دكتور، يعني لو هنتكلم عن هذه الاستراتيجيات الاقتصادية للدولة، لأي مدى ممكن نعتبر أنه هذه الاستراتيجيات نجحت في مواجهة شبح الركود اللي كان بيهيمن على الاقتصاد العالمي في الفترة السابقة؟ وطبعا ما زالت التوقعات بشأنه موجودة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على برامجها للحماية الاجتماعية، إزاي تم هذا التوازن؟ طبعا يمكن الأزمات الاقتصادية اللي تعرض لها العالم، سواء كانت أزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، نتج عنها مجموعة من التغيرات. يمكن التضخم وزيادة الأسعار هو ده اللي كان العبء الكبير على مستوى العالم ككل. مصر بصفتها دولة مستوردة لها فاتورة استيراد من الخارج بشكل كبير بتشكل أكثر من 80 مليار دولار، فكان هناك عبء مالي على الدولة المصرية نتج عنه زيادات بعض الأسعار اللي تم استيرادها من الخارج. طيب ده نتج عنه ايه؟ انه كان لابد من الدولة انها تزيد من حجم الدعم المقدم، سواء كان مقدم بالأسر، مقدم بالأفراد. يمكن كلنا سمعنا عن الإعانات اللي تم تقديمها للأشخاص او الأفراد اللي هم كانوا عاطلين ولا يعملوا، وايضا اللي هم العمالة غير منتظمة في المجتمع، تم تقديم عون ليهم. ايضا تم تقديم التوسع في تكافل وقوامة، كان بالأول بيغطي مليون أسرة، النهاردة بنتحدث على من أربعة لأربعة ونص مليون أسرة. التوسع في شكل حتى في المعاش التضامن الاجتماعي اللي ذات من 400 جنيه ل900 جنيه ثم تجاوز 1000 جنيه، كل هذه الأرقام أو كل هذه المبالغ يمكن الدولة كانت يعني ترى أن هناك
لا يجب أن يكون هناك توسع في شبكة الحماية المجتمعية قدر المستطاع. مش بنقول إنه الدعم هو اللي غطى على كل غطى نسبة التضخم وزيادة الأسعار، لكن على الأقل كان داعم وكان مساند بشكل جيد لكثير من الأسر اللي يمكن مستوى الدخول اللي عندها انخفض بشكل كبير. طب دكتور، يعني لما بنبص على تكليفات الرئيس السيسي بشأن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، لأي مدى هذه النقطة بتلقي بظلالها على سرعة التنفيذ؟ يعني احنا ملاحظين انه الجمهورية الجديدة يعني بتبتسم يمكن بوتيرة انجاز سريعة لكل المشروعات او لكل الخطوات عموما اللي بتقوم بها الدولة. اهمية اهتمام القيادة السياسية ومتابعة القيادة السياسية لأعلى المستويات بهذا الشكل وتأثيرها على هذه الوتيرة السريعة لإنجاز هذه المستهدفات هي ايه؟ يمكن وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هناك إرادة سياسية حقيقية أن يكون هناك توسع في الدعم، ده شفناه وشاهدناه بشكل جيد جدا وبشكل كبير عندما يصدر أمر بوجود تعليمات من الرئاسة أن يكون هناك توسع في شبكة الحماية المجتمعية. شفنا الكلام ده في الدعم المقدم في التموين أنه يرتفع من 100 جنيه إلى 300 جنيه للبطاقات التموين، شفناه في زيادة الحصص التموينية، شفناه في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، شفناه في توسع في الحماية المجتمعية والتأمين الصحي. النهارده عندنا قانون طلع اسمه التأمين الصحي والتوسع فيه النهارده في 5 محافظات بتطبق هذا المنظومة التأمين الصحي بشكل كبير. العلاج على نفقة الدولة اللي كان في حدود 2.5 مليار النهارده بنتحدث عن 8 مليار. هناك زيادات في شبكة الحماية المجتمعية. طب الهدف ايه؟ الهدف انه الدولة يعني بتحاول تبلغ رسالة انها مع المواطن، انها بتحاول ان تكون هناك سند ودعم للمواطن في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وفي مواجهة التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير. وبالتالي بدأت الدولة تتوسع على مسارين، مسار مقدم من الدولة شخصيا في موازنة عامة انها بيرتفع نسبة الدعم المقدم فيها إلى 530 مليار، وعندما نتحدث عن 530 مليار نحن نتحدث عن 25-26% من حجم نفقة أو إيرادات الدولة المصرية بيأتي من موجه إلى الدعم. إحنا إيرادات الدولة في حدود 2 تريليون، لما يقدم منه 530 يعني حوالي 26% تقريبا من حجم إيرادات الدولة المصرية بيدخل في بند واحد اسمه الدعم للأسرة الأكثر احتياجا والفقراء. وبالتالي دي رسالة من الدولة. وأيضا توسع في التعامل مع الجهات والجمعيات الأهلية اللي بتقدم أيضا دعم تحت إشراف الدولة المصرية وهي بتوجهه بحيث يقدم للأسرة الأكثر احتياجا. طب دكتور، في نقطة يعني يمكن حضرتك ذكرتها أثناء حديثك يعني حابة أقف عندها، متعلقة بالجانب الصحي. احنا تابعنا على مدار السنوات القليلة السابقة عدد كبير من المبادرات خاصة الرئاسية متعلقة بالصحة، زي ما حضرتك ذكرت العلاج على نفقة الدولة والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، القوافل الطبية المنتشرة في كل المبادرات الرئاسية يعني في على مستوى الجمهورية بشكل واسع. إيه التأثيرات الاقتصادية اللي بتعود على الدولة أو على المواطن من الاهتمام بهذه الجوانب الصحية وتحسين صحة المواطن، أو يعني ربما حتى الموضوع بيصل لإطالة متوسط الأعمار؟ صحيح، احنا يعني عندما نتحدث عن مبادرات الرئاسة لما نتكلم على فيروس سي اللي كان يعتبر يعني ممكن مصر يعني أحد الدول اللي كان بيستوطن فيها هذا المرض بشكل كبير جدا، وكنا من على يعني أكبر دول على مستوى العالم في هذا المرض. النهارده بيبقى نتيجة المبادرات الرئاسية وأيضا توجه وزارة الصحة لعلاج هذا المرض بشكل فعال ومجانا لكل الناس اللي يعني أصحاب هذا المرض، ويتحول هذا الدولة المصرية أن يكون النتيجة في الآخر صفر، ما عندناش لا يوجد مرض فيروس سي على مستوى الدولة المصرية. ده يعني ببساطة أنه حجم الإنفاق اللي كان بيتم سنويا بيتم إنفاقه على علاج هذا المرض يمكن تلاشى. أيضا أنه وجود يعني أشخاص أصحاء يستطيعوا أن يقدموا خدمة للوطن ويقدموا أعمال ويكونوا هم أصحاب شغل ويبدأ يشتغل في كثير من الوظائف، ده أيضا يعتبر فائدة أو أحد العوائد الاقتصادية للدولة. وأيضا أنه عندما يكون هناك
تقليل المرض بشكل كبير داخل الدولة وعدم وجود أمراض مستوطنة في الدولة، ده ببساطة بيخفف عبء على الموازنة، بيزيد من القدرة على العمل، القوة العاملة داخل الدولة المصرية بتزداد قوة، وعدد الأفراد القادرين عن العمل بتزداد عددهم، وبالتالي بقدم أي عاملة لأي مشروعات سواء كان القطاع خاص أو حكومة أو قطاع عام بشكل أفضل مما كانت عليه. فالمبادرات الرئيسية في هذا القطاع لا طبعا كان لها دور كبير جدا، وزيادة أيضا احنا بنتحدث عن يمكن أحد بنود الموازنة العامة المصرية، احنا عندنا أكثر من 47 مليار جنيه استثمارات في إنشاء مستشفيات خلال الموازنة العامة المصرية، وده يعني أن هناك إصلاح المستشفيات قائمة أو بناء مستشفيات جديدة داخل العام المالي الحالي اللي هو 23-24، وأعتقد هذا رقم ده استثمارات حكومية. بغير الاستثمارات اللي هتكون في نفس القطاع أو في نفس المجال من القطاع الخاص. شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على هذه المداخلة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي أكدت أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وذلك وفقا لأحدث المعايير العالمية دون وجود أي مشكلة تقنية، مضيفة أن الشركاء في حقل ظهر لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج، وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل. أطلقت الدولة العديد من البرامج المكملة مثل فرصة، سكن كريم، حياة كريمة، بالإضافة إلى الدعم العيني المتمثل في بطاقات التموين، كروت الخبز، برنامج التغذية المدرسية. أيضا من أبرز برامج الحماية الاجتماعية المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبعا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري من خلال تطوير نحو 4584 قرية يمثل سكانها نحو 58% من جملة السكان. المزيد من التوضيح والتفصيل مع ضيفي دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا فندم، بالتأخير لحضرتك وكل المشاهدين. مساء النور يا دكتور. دكتور، شايف الثمار الاقتصادية للجهود اللي بذلتها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حتى الآن بتتمثل في إيه؟ شوف يا فندم، خلينا نقول هو تقريبا من 8 سنوات منذ تولي الرئيس وضع من استراتيجياته لتصحيح الأوضاع المجتمعية إن لازم يكون في برامج للحماية المجتمعية وحماية الأسر، وبالأخص الأسر اللي هي ما بتسمى الفقيرة أو تحت مستوى الفقر، لأنه كان السيد الرئيس والأجهزة المعنية استهدفت إن يكون في برامج إصلاح اقتصادي، وإن برامج الإصلاح الاقتصادي دي ما يكونش عليها أثار سلبية على المجتمع وعلى الطبقات الفقيرة. وضعت الدولة عدد من يعني ما بيسمى بالبرامج لحماية الطبقات، منها الطبقات الفقيرة والطبقات طبعا اللي هي في احتياج خاص، بالأخص كمان ذو الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم أو أصحاب الأمراض يعني المزمنة. ويمكن حضراتكم تتذكروا أن السيد الرئيس أولى اهتمام كبير جدا، أنا بدي لحضرتك مبادرة واحدة فقط اللي هي مبادرة الانتظار الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة. صحيح، دي كانت مبادرة قوائم الانتظار. مبادرة ان يكون في مبادرة سكن حياة كريمة للأسر، واللي هي للأسف ما بيسمى بالمناطق العشوائية والأكثر تضررا، دي كمان مبادرة. تعالي بصي على الجانب الصحة حضرتك، خلاف مبادرة العلاج على نفقة الدولة كان علاج فيروس سي، يعني مش عايز اقول لحضرتك ان بشهادة العالم كله سواء الدول المتقدمة او الدول التي يعني سبقتنا في مستويات التنمية شهدت لينا مثلا بعلاج فيروس سي، وشفنا النهاردة عندنا برضو علاج لأمراض السيدات، شفنا النهاردة عندنا علاج لمستويات الأطفال لقياس السمع والبصر وطبعا التطعيمات، شفنا والتقزم والأنيميا لدى الأطفال
بالضبط. فالدولة يا فندم لما وضعت عدد من الأطر لكيفية الحماية الاجتماعية بتترجم هذا على أمر على أرض الواقع. اللي احنا بنشوفه النهاردة ازاي يكون في يعني دولة متقدمة اقتصاديا ولا تولي اهتمام بما هم يعني الشعب الذي يحمل الراية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية. يمكن حضراتكم يعني تتذكروا معي فخامة الرئيس أطلق مبادرة مثلا التأمين على اللي هم العمالة المؤقتة، وطبعا دي كانت حماية اجتماعية. شفنا ازاي ان في اكتر من مرة تم تصحيح مستويات الدخل للأسر عن طريق المعاشات او عن طريق ان بيكون في يعني بعض من التحسن في كروت الدعم الخاصة بالدولة. شفنا ازاي ان في علاج للدعم العيني والدعم النقدي. هذه الاطروحة يا فندم كلها النهاردة بتتخذ من جزء من الموازنة العامة بالدعم الكبير المادي اللي هو بيتحمل أعباؤه في الموازنة العامة للدولة، وطبعا ده اللي احنا دايما بنشوف. طب يا دكتور يعني الحماية الاجتماعية بما أنه حضرتك ذكرت عدد من الأمثلة، طبعا صعب أن احنا نجمل كل الجهود أو الخطوات اللي تمت في الفترة الأخيرة، ولكن حضرتك ذكرت أمثلة وافية بتغطي تقريبا معظم جوانب هذا الملف. الحماية الاجتماعية بتعد طبعا الركيزة الأساسية لبناء الاستقرار في أي دولة بشكل عام، خاصة الاستقرار الاقتصادي يا دكتور لفئات المجتمع، وحضرتك اتكلمت عن الفئات الأكثر احتياجا. لأي مدى هذه النقطة مهمة لهذا الأمان الاقتصادي للمواطن، خاصة في ظل التحديات اللي احنا بنشوفها يا دكتور؟ يعني احنا شايفين التطورات العالمية في هذه الفترة عنيفة ومتسارعة وفي ضبابية في على مستوى الاقتصاد العالمي. بكل تأكيد حضرتك بتمسي كبد الحقيقة فعلا، ان الأوضاع الاقتصادية في العالم مؤثرة تأثير كبير جدا على كل المجتمعات وكل الأسر سواء في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في آسيا. ولكن خلينا نقول ان دايما مصر لما بتحاول ان هي تكون لها رؤية واضحة لسنوات عدة في مستقبل، مثلا رؤية 2030 أو أكثر من ذلك 2063 للقارة الإفريقية، وإزاي أن يكون في منهجية لحماية مجتمعية، هو ده إزاي نحسن من اللي هو الشخصية والقدرة الإنسانية داخل المجتمع المصري، عن طريق أن إحنا النهاردة يكون في دعم في الغذاء، عن طريق أن يكون في دعم نقدي للأسر، عن طريق أن إحنا النهاردة نحسن من الصحة العامة للمواطنين. حتى خلي بالنا في نقطة مهمة، إن النهاردة حتى تنقية المياه ووصول الصرف الصحي وعلاج كثير من القرى هذا أيضا حماية اجتماعية. يمكن تكون في ناس مش واخدة بالها إن صحيح بصورة غير مباشرة، ولكن هي تصل للمواطن بطريقة مباشرة. طب تين الترعة دي يا فندم أكيد حضراتكم تعلموا جيدا إن هي بتصل لحماية المحاصيل الزراعية اللي بيكون لها مردود اقتصادي ومردود بيئي ومردود صحي على المواطن. تخلينا نقول دايما ان الافكار لازم تكون كلها مرتبطة ببعض. الدولة ازاي بتقدم شريحة او استقطاع مالي بتقدمه للمواطنين لحماية المواطن المصري، سواء في حياة كريمة ان تحسن له الطرق وتحسن له القرى وتحسن له المية وتحسن له الصرف، وايضا تحسن له الصحة في حتى تصل دي لواحد يعني علاج اللي هم بيسمى العلاج عن طريق وخلق مستشفيات او خلق ان هم تنعت له او ترسل له قوافل طبيه تكون دائمه التواجد في النجوع في مناطق بعيده في المناطق الصحراويه او ما شابه لذلك. هذا هو الاطار العام اللي الدوله وضعته. طب يا دكتور يعني جهود المد هذه المظله للحمايه الاجتماعيه هي بالتأكيد معيار مهم على المستوى العالمي، إزاي جهود الدولة في مد هذه المظلة لمظلة الحماية الاجتماعية نقدر نقول إن هي انعكست بشكل أو بآخر على قوة وضعها الاقتصادي أمام العالم في هذه المرحلة؟ خلينا نقول لو حضرتك دققتوا في المعايير العالمية لقياس صحة المواطنين في منتهى البساطة خالص، اللي هي الحمد لله ارتفاع نسبة يعني المواليد عندنا في مصر، طبعا الحمد لله بتحسن الصحة العامة وتقليل طبعا نسبة الوفيات، وده مشهود يعني بشهادة من الأمم المتحدة على ما أتذكر بالسنة اللي قبل الماضية إن في تحسن كبير في علاج كثير من القطاعات يعني الأمراض داخل مصر المستوطنة، وإزاي إن في تحسن في المعايير للتقدم في الصحة داخل مصر.
ولكن خلينا نقول ان قدرة مصر المالية هي اللي بتحكم العلاج والصحة والحماية الاجتماعية، وازاي ان هي بتحاول تبرز العلاج ده عن طريق نفقة الدولة. يعني ممكن حضراتكم تشوفوا قد ايه فعلا الدولة بتولي اهتمام ان هي تعالج جزء من الاسر والمجتمع عن طريق يعني انتشار لبعض من العلاجات للفيروس سي او ما شابه لذلك، ولكن لسه في طبعا احتياجات اكثر نظرا للزيادة السكانية السنوية اللي هي تقريبا 2% سنويا من نسبة المجتمع المصري. فهذا بيسمى يعني بأعباء إضافية لحماية المجتمع. أعتقد الجهود اللي بتقوم بها الدولة إن شاء الله ممكن تكون فيها يعني أفضلية خلال السنوات القادمة. طب يا دكتور، برامج الحماية الاجتماعية إزاي بتسهم في دعم وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً إن هم يكونوا عناصر أكثر فعالية في المجتمع وفي الاقتصاد، وتأثيرات ده على اقتصاد الدولة بشكل عام في النهاية؟ يعني شوفي حضرتك، هي الدولة طبعا بتولي اهتمام صحيح بصحة المواطن أو بالدعم النقدي أو بالدعم الغذائي، ولكن أيضا بتخلق فرص عمل زي مشروعات متناهية الصغر، زي ما بنشوف كده وزارة التضامن الاجتماعي النهاردة عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية وطبعا الجمعيات الكبيرة، خلق فرص عمل في سواء بقى في النشاط الزراعي أو في النشاط الصناعي، وزي ما احنا بنشوف كده مشاركة العديد من القطاعات اللي هي في القطاع الخاص بتوفر فرص عمل لتكون مراكز للإنتاج وللمستفيدين منها. النهاردة لما الدولة بتحاول ترسخ عدد من يعني توطين الصناعة تبتدي مشروعات متناهية الصغر، ودايما يمكن حضراتكم بتشاهدوا السيد الرئيس بيحضر المعارض الخاصة صحيح. بالأسر المنتجة وبيشجعهم وبيقول لهم احنا معاكم ان انتوا تنطلقوا وتوصلوا للخارج كمان. ما كانش فيه كده زمان. النهاردة بقت الدولة بتحاول تدمج الأسر دي في المجتمع الرسمي وتخليهم توفر لهم فرص عمل وتبعد عنهم البيقراطية وتسخر لهم إمكانيات الدولة في فتح المعارض، والرئيس كمان بيولي اهتمام بيهم، وازاي ان في حركة تسويقية، والنهاردة البنوك ابتدت تمول بعض من المشروعات. وخلينا نقول ان فتح فرصة العمل دي النهاردة وباب الرزق ده للناس هو ده بيكون فيه انعكاس كبير جدا على المجتمع بابتعاد كثير من المشاكل الأمنية، بنخلق فرص عمل ده فبيبعد كثير من يعني الأعباء المادية على الأسر. يمكن حضرتك تتذكري الكثير من الشكاوي في تشغيل العمالة الأطفال صحيح. وتشغيل المرأة أو ما شبه لذلك، وطبعا في ساعات أسر بيكون رب الأسرة عنده بعض من الأمراض المزمنة أو معاق. فالدولة ابتدت تراعي هذه الظروف عن طريق أنها تطلق بعض من المبادرات عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي نعم. والجمعيات الأهلية أو ما بيشبه لذلك. شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات القيمة. جولتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.